هل يجرؤ اللبنانيون على ترحيل هذه الشبيحة في ميليشيا أسد، علما أنها تتنقل بين المدن السورية واللبنانية يوميا كما آلاف الشبيحة وبحراسة الجيش اللبناني؟ ومع استقواء اللبنانيين اليوم على اللاجئين السوريين لترحيلهم إلى قاتلهم ومهجرهم، هل يجرؤ اللبنانيون المتسترون بالشعارات العنصرية أي الجبناء وفق توصيف الكثيرين على ترحيل هؤلاء الشبيحة أو المساس بهم؟ وسرقة مياهنا وكهربائنا وفي تلويث أرضنا وهواءنا وثقافتنا وقيمنا احتلال. ومع إطلاق شخصيات وأحزاب وماركات لبنانية مسمى الاحتلال على الضعفاء العزل، هل يجرؤ جبناء لبنان المستقوين على طفل وامرأة ونازح عاجز على تسمية هذا الإرهابي ونظامه المسيطر على لبنان بالاحتلال؟ هذا الاحتلال. وعلى سيرة الاحتلال، هل يجرؤ جبناء لبنان على تسمية الأمور بمسمياتها وإرجاع النتائج لأسبابها لمرة واحدة والحديث عن احتلال ميليشيا حزب الله اللبنانية للأراضي السورية وقتل وتهجير سكانها بشهادة الإرهابي حسن نصر الله؟ وإذا عنا 5000 مقاتل في سويوي حيسيوا 10000. حملتنا هي دعوة لكل اللبنانيين بمختلف شرائحهم ليقاوموا هذا الاحتلال الديمقراطي. مسجد درار في الزبادينة. المعادلة وفق تعليق لبنانيين بغاية البساطة، فمن جاء لقتل وتهجير السوريين من أرضهم وبيوتهم إلى جانب ميليشيا أسد هم هؤلاء اللبنانيون في ميليشيا نصر الله وبري، وهم بعشرات الآلاف منذ عام 2011 ولغاية اليوم. فالأصل أن الإنسان عزيز في وطنه ولم ينزح للمناطق المجاورة بإرادته. أما الشاذ أيها الجبناء فمن جاء بداية من لبنان لقتل وتهجير السوري، في حين أن المعادلة تقول كذلك. إن شخصيات التوريث والأحزاب والطوائف والقوى الناهبة للبنان أي ذاتها الميليشيات التي ذهبت إلى سوريا للقتل والتهجير تقوم بالتحريض على اللاجئين السوريين للتغطية على إجرامهم ونهبهم وسلبهم وبقاء لبنان تحت حكم التوريث والمحاصصات والطوائف إلى ما لا نهاية. وبالمناسبة، هل سأل اللبنانيون لماذا يحبط ويمنع الجيش وميليشيات الطوائف في لبنان اللاجئين السوريين من الهرب بأرواحهم إلى دول أوروبا عن طريق البحر والمراكب، وهذا يشمل عشرات آلاف اللاجئين وبإرادتهم، في وقت تلهث قوى النهب والميليشيات للتغطية على فسادهم بإرهاب اللاجئين وإطلاق حملات لترحيلهم رغما عنهم إلى حفر التضامن وأقبية القتل والتعذيب؟ الحقيقة الثابتة أن السوريين لا يرغبون باللجوء والنزوح ولا برؤية وجوه العنصريين والجبناء من أساسه، ولأن اللبنانيين يعلمون قبل غيرهم إجرام آل أسد وميليشياتهم الطائفية، فما يحدث اليوم من عمليات ترحيل لعشرات اللاجئين يعد جريمة مكتملة تستوجب ملاحقة المشاركين بها، خصوصا أن نهاية المرحلين ستكون باعتقالهم وتعذيبهم وقتلهم. هذا من جهة، ومن جهة وجريمة ثانية، فبالتغطية والسكوت عن فظائع ميليشيا نصر الله وبري وعون بحق السوريين في وطنهم سوريا وفي لبنان لخطفهم وترحيلهم لمواجهة مصير القتل والتعذيب، ربحنا مجتمعا أكثر صحة وأكثر تجانسا بالمعنى الحقيقي وليس بالمعنى بالمعنى الإنشائي، لا سيما أن بشار أسد الذي أكد عمليات الإبادة والتهجير بحق الأكثرية السورية ضمن مسمى المجتمع المتجانس هو شريك نصر الله وبر وعون في ذات الجرائم، وهم شركاء اليوم للتحريض على ترحيل اللاجئين السوريين واستكمال المذابح في أقبية ميليشيا أسد.